سلام 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 ونعمة، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. أنا طبعا دكتور مصري أزهري، عبرت من 2019. أنا كنت باحث في الأديان والمذاهب، و يعني أشكر الله عبرت إلى النور زي ما قلت قبل كده، يعني ساقتني الروح القدس وشكر لله. يعني المجد للرب. ايه كان سبب التغيير ده في حياتك، السبب الاساسي؟ طبعا السبب الاساسي، انا يمكن اتكلمت، انا دخلت عملت مداخلات في برامج قبل كده. انا كنت ببحث في المذاهب، يعني ما كنتش بدور في الاديان، يعني ما فكرتش اصلا ان انا ادور في الفرق بين الاسلام والمسيحيه، في الفرق بين النبي هنا والنبي هنا، ما كانش في، يعني ما كانش هذا بحثي يعني. ولكن الطريق، يعني اللي يبحث عن الحق حيصل الى الحق. يعني رب المجد بيقول يعني انه هو النور والحق والحياه، من يتبعه فلا يمشي في الظلمه. وكتب، يعني بقول للمسلمين، انا بقول لك اي مسلم دلوقتي هيتفرج على البرنامج دلوقتي او بعد كده، فتش في الكتب، فتش في القران. لو فتشت في القران هتعرف. يعني شوفي، انا يعني مش هقول فتش في الانجيل، لو فتش في القران هيجد السيد المسيح في القران. يعني في دايما وهيجد ما يخالف السيد المسيح في القرآن بكل تأكيد، لأنه القرآن جه علشان يقدم ما هو ضد الله. ما أنا هقول لحضرتك، يعني مثلا في الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه، في يعني ده من ضمن الحاجات اللي أنا بحثت فيها، ويمكن أنا عامل فيها ورق كتير، بس هكتب ملخص بسيط، يعني أو هقول لحضرتك ملخص بسيط للموضوع ده. الصلاة على النبي، أولا طبعا المسلمين لا يعلمون ما معنى الصلاة على النبي. مظبوط، لا يعلمون، محدش عارف، كله بيألف. ده كلام انا بقول دايما الخمس تاءات: التدليس والتهييس والتأليف والترقيع والتخبيط. المسلمين بيعملوا كده عشان يداروا اللي مش عارفين يعملوه، اللي مش عارفين يفهموه للناس، لانهم مش فاهمين. بدليل القرآن بيقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا بقى هقول لحضرتك الخلاصة بتاع الموضوع، عشان إيه؟ إن هم سألوا محمد، قالوا له طب نصلي عليك إزاي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. طيب هو أصلا الله يصلي عليه، يعني في القرآن هو الله بيصلي عليه. والله كلامه أزلي أبدي. المفروض هم يصلوا عليه ليه؟ يعني طب هم هيطلبوا من الله يصلي، والله يصلي عليه، يقول لك أصل والله بيثني عليه. يعني بيثني عليه يعني مثلا الله في السماء قاعد يقول والله محمد ده كويس، والله محمد ده حلو، ده الثناء. يعني هذا هو الثناء. مظبوط.